التوقعات اللي غادي يكون كيبغيها القلب غادي تكون المغرب ان شاء الله، ولكن النتائج اللي دار المنتخب المغربي من بدايه المشوار ديالو في النهائيات ما جاتش عن صدفه، يعني بينت على كجميع وكي هذه ماشي شهاده ديالي انا كمواطن مغربي بل شهاده كاع المحللين المختصين في كره القدم. ما جاتش بصدفه، جات بمجهود، جات بدراسه، جات ببنهج تكتيكي اللي كنظن انه فريد من نوعه غادي يكون غادي يتكلموا عليه بعد المونديال ان شاء الله. كنعتقد على ان المنتخب المغربي غادي يفوز ان شاء الله على المنتخب الفرنسي ولما الظفر بكاس العالم ان شاء الله يا ربي. الركراكي دار لي عليه في حقيقه، عطانا واحد تفاؤل كبير جدا على اننا كمغاربه قادرين على ان الاطر المغربيه تقدر تمشي بعيد في المجال الرياضي وفي مجالات اخرى. وهذه رساله للداخل، المسؤولين الداخلي المسؤولين بان يثقوا في المواطن المغربي ويثقوا في الاطار الوطني، ومناسبه على اننا حتى الاطر المغاربه اللي خارج الوطن يحاولوا، وكاينه واحد السياسه ان شاء الله، يعني سياسه يعني كانت سياسة تاع صاحب الجلالة في الخطاب الملكي الأخير ديالو على أن الجالية والأطر الجالية المغربية اللي في الخارج يتفتح مع باب الحوار والتواصل باش تدخل حتى هي وتبني هذا البلد الحبيب. وكنعتقد هذه رسالة للدركراكي، أحسن رسالة، واللي هي اللي الرمزيه ديالها كتدل عليها نديروا النيه ونبنيوا هاد البلاد جميعا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله غيربحوا باي طريقه، غيربحوا ولو يغلبوا غير بواحد ويغلبوا فرنسا، ناقصني يغلبوا فرنسا ناقصني يغلبوها. كنقول لهم موكاكي ان احنا ماشي غير طنجه، العرب كاملين من موراهم، وانا اول ما كنشجع كوره. صافي شكرا. وعليكم السلام. غدا ان شاء الله نغلبوهم، ان شاء الله غدا مربوح. فرنسا في الجيم غدا نتاهلوا غدا شي جوج نزيرو ان شاء الله ولا شي جوج نواحد، المهم غدا غالبينو ان شاء الله. وليد الركراكي شنقول لك؟ اي زيرو سالم فهمتي، بوفال عندك بوفال فهمتي، ما يدخلوش الشوط الاول يخلي حتى دقيقة 60، المهم زيرو سالم هادشي اللي غنقول يعني. مربوحة ان شاء الله، المهم يربحوا صافي، يعني التوقعات شحال ما نعرف، المهم مربوحة كنتمنى يربحوا ان شاء الله. المهم انا يعني الحاجه اللي كنقول هي كنتمنى يعني كيف ما ربحوا في مقابلات يا اخي معاهم وزيو حتى فهاد المره كنتمنى انهم يزيو ويربحوا ان شاء الله. كنظن ان المغرب غادي يربح وغيكون الماتش صعيب، ولكن المنتخب غادي يربح بضربه الجزاء في الاخر بحال ديما. بغيت نقول للعابه باللي وعدلوا اللي عليهم، واصلا صافي الهدف اللي كنا باغين اللي هو ندوزوا للدور الثاني عملناه، ولكن باقي حنا طامعين اننا ندوزوا للفينال، وعلاش لا نديو هذا الكوب دي موند ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله المغرب غالب بواحد زيرو ان شاء الله. نصيري ولا بوفال ان شاء الله، ان شاء الله فريق عندنا متمكن شجاع كيلعب واحد التقنيه عاليه ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى لهم يدوزوا للفينال وما يكون الخير والكاس ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله نربحوا بواحد زيرو ان شاء الله غدا، ونفرحوا كاملين بينا ان شاء الله غدا. ان شاء الله نسيري، ان شاء الله زياش، ان شاء الله بوفال، هادشي اللي كنتسناو ان شاء الله يا ربي. توقع 3-0، توقع انهم يدخلوا الصابيري يماركي شي دكوان شي فالطه، موراها يدخل حكيمي يبغي يعمل فيها عاير اي تشوطا اضرب جايز ترجع عند نصيري اي ماركيها بالراس. ثالث عايجي يدخل اكريد عليو كورنر اي ماركيها صافي، لعبوا مزيان مربوحه ان شاء الله. النيه يا كلشي، ضرب جايزه وترجع ان شاء الله. 1-0 كنتوقعوا ان هادي يوسف نصيري عاود يخشيها بهادي، وان شاء الله حنا مربوحه ان شاء الله. اللعابه ان شاء الله يديروا المجهود ديالهم وان شاء الله. هو شوف لحد الساعه المستوى اللي قدموا والله سيدي الا فاجئونا، وتبارك الله عليهم والله يعطيهم الصحه وحنا فرحانين بهم فهمتي. يعني بعدا هذه واحد الحاجه، واحد البسيط من الامل، هذه واحد الحاجه اللي زوينه بعدا فرحاتنا بغض النظر على كل شيء. خلينا بديك الهضره ديالو، حنا خاصنا على الكره والغلا شوف بعدا واحد شويه واحد الحاجه فرحاتنا. الماتش غتكون فيه الحراق يا المعلم حكيمي ومبابي فهمتي، هو عيط ليه قال لي من انت شكون انت. شوف ما تنظن يخرجوا 0-0 ويمشيوا للاشواط الاضافيه فهمتي. انا الماتش مع فرنسا ما سهلاش فهمتي، هو جماعه النجوم واخا غريزمان واخا، ولكن ما تنظنش واش يخرجوا 0-0 ويمشيوا للاشواط الاضافيه. ونتمنى من الله التوفيق.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.